الله تعالى وبركاته. أخواتي إخوتي أحبتي في الله، نتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن صحة. وشتا نشكركم بزاف على دعمي وعلى تشجيعي، الله يحفظكم ويوفقكم يا رب. اليوم بغيت نحضر البامية بالمغربية، حتى نقول لها الملوخية، بعد ما تنحيدو لها الراس هكايا تنغسلها تنخليها ليله كامله عما تتنشف، تنصبو معاها اللحم هكا مفروم. ونخليكم معايا تشوفوا الطريقه. اول شيء كنضعوها في السكله، نخليها السكله تنقلي ونرجع نكمل معاكم الطريقه. بعد ما تقلات تجي على هذا الشكل، لانه فاش تقلى ما تتعطيش ديك الخيوط ديالها. تحتاجوا لها الثوم، صلصة طماطم معلقتين كبار، اثنين مرقة ماجي، مكعبات اثنين فلفل وملح وكزبرة وسمن. اول شيء تنحطوا ملعقه ديال السمن كبيره، تنضيفوا عليها اللحم، تنضيفوا نكركوها الفلفل، تخليوها تستوي، تنضيفوا عليها فلفل اسود وملح، وتنغطيو عليها حتى تتقلى شويه. تقلات مزيان، تنضيف عليها الماء. بعد ما دفنا الماء تنسقطو صلصة الطماطم، تنحركوها، تنضيفو مكعب ماجي، ومن بعد تنغطيو عليها. من بعد 5 دقائق بقات غلات، تنضيفو عليها البامية الملوخية، تنكملو هاد الأبزار الفلفل الأسود والملح اللي زادت عندنا، تنضيفو عليها الثوم، تنبقاو نحرشوها. تنغطيو عليها على ما تتساوي. بعد ما شربت المرقة اخر شي تنضيف عليها الكزبرة، نحركوها، تنكملوها في التحراك وتنغطيو عليها 5 دقائق وتنطفيو عليها. الاكلة كلها تتاخد تقريبا 40 دقيقة. وهذا هو شكلها النهائي، نتمنى يا رب تعجبكم، ولا عجبتكم ديروا لي لايك، واللي ما مشاركش معايا يشارك معايا ويشجعني، وربي يحفظكم ويسعدكم. وشكرا لكم جميعا، تنشكركم بكل قلبي على تعليقاتكم الرائعة والجميلة اللي تتفرحني. الله يوفقكم يا رب، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.